اي شر بيحصل لك لازم تبقى متيقن ان جواه خير. الله لا يعطي شر ابدا، ودايما لو حاجة حصلت لك انت تظن ان فيها شر، فاعلم ان في جواها خير، انت ما تعرفش هو جاي ازاي. ربنا حتى بيقول في القرآن فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والعسر معرف جه بالألف واللام، واليسر جه نكرة، عشان كده النبي قال لا يغلب عسرا يسرين. والنبي عمره ما اختار أمر أو تخير بين أمرين يعني إلا واختار الأمر الأسهل، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن في معصية لله. فدايما لو حصل لك حاجة انت شايف انها شر ففي جواها خير، بس انت ما تعرفش الخير اللي جواها فيه. ودايما لو حسيت ان حصل لك حاجة شر راجع نفسك انت، لان غالبا الذنب اللي انت بتعمله هو اللي ممكن يكون سبب في ان ربنا بيديك حاجة تقرصك. ولما ربنا يكون بيحبك يمسك لك على اي حاجة، اي ذنب او اي حاجة غلط تعملها يحصل لك بعدها مشكلة، ده معناه على فكرة ان ربنا بيحبك. لما ربنا يكون يعني لا يبالي بيك تلاقي نفسك بتعمل حاجات غلط والدنيا ماشية معاك زي الفل، بل ان ممكن لما تعمل حاجة غلط يجي لك فلوس اكتر ونعمك تزيد اكتر والدنيا تزهزع معاك اكتر. دي مش علامة كويسة، دي علامة استدراك، دي حاجة تخوف. لكن العلامة الحلوة ان كل ما تعمل حاجة غلط ربنا يقرص ودنك بابتلاء، فوتت صلاة يحصل مشكلة. انا كان جي عليا مثلا وقت لما تيجي تصلي وبقول الاذكار، لو فوتت الاذكار عشان اوفر 5 دقايق مستعجل ممكن تجيلي اشاره في الطريق اقف فيها ساعه، ممكن يحصل مشكله توقفني اكتر من الوقت بتاع الاذكار 20 ضعف. فاعرف ان ربنا حابب انه يسمع مني الاذكار، حابب انه يسمع مني الصلاه. وفي حديث قدسي فيما معناه ان بعض العباد اللي ربنا بيحبهم يقول لسيدنا جبريل ما تدلوش السؤل او الطلب اللي هو بيساله عشان انا بحب اسمع صوته. إن من عبادي من سألني خشبة ليضعها في جداره ليضع عليها ثيابه، يعني عايز من ربنا حاجة بسيطة لم أعطيه إياها، ليس لهوانه علي، مش عشان هو وحش، ولكني أحب أن أسمع صوته. وإن من عبادي لو سألني الدنيا كلها لأعطيته إياها، ليس لكرامته عندي، مش بديله كل اللي هو عايزه عشان حلو، ولكني لا أحب أن أسمع صوته. فساعات يحصل لك مشكلة بسبب حاجة غلط أنت عملتها وربنا عاوز يسمع صوتك وعايزك تستغفر له، فيشيل عنك الابتلاء اللي انت فيه عشان حابب يسمع صوتك وحبك. فلما تحصل لك مشكلة 3 حاجات، اول حاجة اعرف ان فيها الخير لان اي شر في طياته خير، تاني حاجة اعرف انها بسببك انت بسبب ذنب عملته، تالت حاجة حاول تعمل حاجة كويسة عشان الكويس يشيل الوحش، ان الحسنات يذهبن السيئات. عملت حاجة غلط انت حاسس انها غلط صلحها بسرعة، خدت حد مش بتاعك رجعه بسرعة وصلح اللي بينك وبين ربنا، وخلي دايما علاقة قوية بينك وبين ربنا عشان اللي انت عايزه يتعمل بسرعة، وعشان طلباتك عند ربنا تتقضى بسرعة، لان ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة، كله من عند ربنا فعلا. بس ربنا ما بيعملش حاجة شر، زي ما سيدنا ابراهيم قال في القرآن وهو الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فكل حاجة من الله وإلى الله. عشان كده لما تحصل لك مصيبة أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وعشان كده مهم جدا إن تخلي علاقتك كويسة بربنا، لأن هو الوحيد اللي في إيده كل شيء، وهو الوحيد اللي يعرف يخلص كل شيء، وهو الوحيد اللي لا يعجزه شيء. ودايما أي حاجة شر حصلت لك احمد ربنا عليها لأن أكيد جواها الخير، ودور على الغلط اللي أنت عملته اللي كان سبب في اللي حصل لك، ولو كان فيه غلط توب لربنا واستغفر وربنا بيسامح على طول. إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، كان معكم الدكتور رامي إسماعيل يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.